حقيقي هالمسلسل يلي عم تابعه على شاشه الـ LBCI عم نستقبل ضيوفهم وابطالهم. واليوم رح نرحب بنيلة يلي همها الوحيد وقلبها دائما على ابنها ركان. رح نعرف منها تفاصيل كثيره اللي عم بتدور بالمسلسل، وبنستقبل سوا الممثله فادي عبود. بدي اعتذر منك خواجه، كل اللي صار من وراي انا كان بدي احكي مع نوره وخفت انك تشوفني عندك بالبيت، فطلبت منها تجي على الاسطبل لاحكيها وصار اللي صار. قلت لك كان في وحده تانية هون اسمها نيلة، ليه ما عم تصدقني؟ وكيف انا ما عرفتها؟ ما انا بعرف الكل هون. شو بعرفني؟ خلصنا بقى من هالسيره. قلت لك كان في مره تانية هون وبس، مش تروح هلا تخبر خواجه ركان استنتاجات من عندك؟ يعني ما عم بفهم انا، واذا طلع المفتاح مسروق شو دخلك انت بالموضوع؟ ما بدي ترجع تتوتر علاقتي بركان، ما صدقت كيف بلشت تمشي الامور. طيب شو رايك تقولي له انك عطيتيني المفتاح لالي وانا ضيعته؟ لا 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 لا، مش معقول اعمل هيك شيء. لا نيلة ليه لا؟ شو رح يصير؟ لو شو ما عملتي، ما انت كتير حلوة اسم الله عليكي. ما تزيدي هلا بصدق. يمكن مش بوقتها، بس مشغول بالي عليكي. قولي لي، عصب خواجه ركان لما خبرتيه عن سرقة المصاري؟ بشي ركان مريض؟ لا، بس حابب يتروق مع مرته بالأوضة. ايه أنا طلع من الترويقة. بعتذر منك، بس طلب مني انا طلع له اياها شخصيا. ما بهمني، انا رح طلع له ترويقته له مش ترويقه مرته. زيح. بس ما هني بنفس الاوضه. هني ناموا سوا؟ انه ايه، مره وجوزها. وين بدك اياهم يناموا يعني؟ الممثله فادي عبود، اهلا وسهلا فيك. ميرسي. قد ايه كان مغري لك دور نيلة من اول ما قريت النص؟ اوه كثير حبيتها لنيلة، حسيت بوجعها. يعني قضيت عمرها 30 سنه حبس، وهي ديجا مره معتره فقيره فلاحه مقهوره مكسوره، و30 سنه حبس ظلم. وبقيت على امل، يعني قد ايه كافحت اني بس تشوف ابنها. وجعتني، بكتني اول ما قريت النص. ايه نزلت دمعت عليها. حبيتها. نيلة كثير بتشبهه لركان برواقه، بصوتها، بهالهدوء يلي يعني عند مواجهه كل الصعوبات بتلاقيها هيك ردت فعلها شوي بتشبه ركان. ايه كاستنج قوي ما هيك؟ ايه الحمد لله. بتحسي هيك كمان؟ الحمد لله. لا ليكي، بعدين في رابط محبة قوي بعائلة الحب الحقيقي. هيدا الرابط الحب اللي موجود بتلاقي صار أكتر نحس ببعض. يعني صرنا نشبه بعض كمان، ما بيقولوا القلوب بتصير هي صح. يعني بس شخصين اوقات بس يتجوزوا بيقولوا صاروا يشبهوا بعض، صاروا يشبهوا بعض، قراب لبعضهم. صح. بقى هيدا اللي عم بيصير معكم بعائلة الحب الحقيقي. صح. ونحن كمان لما شفنا هيدي الشخصية تفاعلنا معك، تعاطفنا معك، حرقصتينا، زعلنا عليكي. نقول انه من بعد حبس ظلم 30 سنة ما قدرت انه لهلا تقول لابنها انه انا والدتك. يعني هالتضحيات يلي قدمتها خلال كل هالسنوات ما عملت من خلالها ردة فعل، انما ضليتك خاضعة وراضخة وبعدك ماشي يعني بهالتواضع وهالمسكنة. يعني في مسكنة وفي حكمة وفي ذكاء بنفس الوقت. بتعرفي هي يمكن عقد ما بتحب ابنها وخايفة تخسره او يعني يتاخد منها كمان مرة، مستحية. استحت بحالها، خافت الدهر يظلمها اكثر. خفتي مع انه ما يتقبلك ابنك؟ ايه، انه ممكن ما يتقبلها، انه كيف تركتيني، كيف هو كثير وضعه الاجتماعي اسم الله يعني، وهي هالفلاحه المعتره وبالحبس، انه يمكن ما عيب. هيدا العيب خليها تكبت حبها الكبير لابنها اللي مش شايفه شيء بقى بهالدنيا غير ابنها. اي ما بدها تخسره. ولكن هلا عم نشوف شخصيتها يلي عم تقوى يوم بعد يوم بالمسلسل، يلي عم بتصير كمان تفرض شخصيتها بالبيت يلي صرتوا كلكم هلا مجموعين فيه يعني من فتره.
صحيح إيه يعني نحن احساسنا بمحله انه رح تقوى الشخصيه، رح يصير في ادوار اهم عم بتساعدي فيها كدورك بالمنزل. ايه هي نيلة كمحبه، هي مره طيبه ومحبه، ولانها انظلمت بتحب تساعد الكل او تحضن الكل، هي محبه بطبعها، بس كمان هي شخصيه قويه، يعني هي منها مره عقدة، واعية وبتفهم بس كابتة كل شيء عقد ما فيها عم تتصرف. الشخصيات بالحب الحقيقي بنحسهم عن جد يعني القصص بتفوت شوي ببعضها، فعطول في حماس، في قصص جديدة بنشوفها بكل حلقة. هلا مكرم جورج دياب بلش يعرف حقيقتك، حقيقة نيلة، كذا شخصية أكيد تباعاً رح يبلشوا يعرفوا إنك والدة ركان، بس أنا سؤالي هون أي متى بيعرف ركان بالحقيقة؟ هيدا أول سؤال. وتاني سؤال، ليه بتساعديها لنورة أوقات بالقصص اللي بتعملها؟ يمكن بتكون أوقات ضد مصلحة ركان. هي حبتها لنورة، حست بطيبتها، بجوهرها، بمعدنها، أنه نورة بنت كتير طيبة، ويمكن مش حبتعرف كيف تتصرف بس هي طيبة. ونيلة شافت هول، بس قليلا نشوف الحما والكنة متفقين. لا ان شاء الله كل حما وكنة بيتفقوا. ايه حبتها، وهي بعد ما بتعرف انه هاي حماتها او شيء، صار في رابط محبه بيناتهم. واي متى ركان رح يعرف انك والدته؟ اي متى رح ينكشف السر الكبير؟ بكير، بعد شوي. باول جزء؟ لا، خلينا نطمن المشاهدين، مش باول لا جزء. لا مش باول جزء، وانا اللي بقول له، مش انه بيعرف من حدا. يعني في عنصر تشويق بعد كتير مهم، رح يستمر لآخر الجزء الأول، وأكيد بالتاني بالتالي للجزء الثاني بعد أكتر، في أحداث بعد متسارعة ومتشعبة نوع بالمشاهدين. نيلة، ما في شك أنه في رؤية كمان بالمسلسل، يعني أنت بتشوفي شخصية عندها رؤية، يعني بتحسسينا من خلالك أنه نحن عم نعرف نشوف الشخصيات وأدوارهم بشكل صحيح. يعني أنت حدا مستجد على العائلة، ولكن عم تقدر تشوفي الأمور بشكل صحيح، يعني نحن من منطلق ومن زارك عم نشوف كمان المسلسل. المشهد يلي بيضربك فيه أنوار، قديه هو مشهد حقيقي، قديه هو وجعك هيدا المشهد؟ خبروكي، خبرينا. يعني عم نصور وأنور ما في أطيب منه ماريو، فكتير عم بيشتغل، كان بحذر وبعيد عني، بده يضربني وغيب عن الوعي لدرجة أنه طول على النار ونيلة منا هون يعني. فنحن وعم نصور، ولأنه استبل ولأنه الأرض كلها تبن وإلى آخره، بيسحط أنور وبيجي ضربني عن جد، على ضربني وقعت، سحبني لجوا، ما عاد قدر، خاف ما أكون أنا غبت عن الوعي عن جد، لأنه حس فيك. وقف التصوير جوا بأوضة الإسطبل، إنه مدام فاديا بليز رد علي، قلت له يا عمي واعي، إنه منيحة منيحة كفة. وقفنا التصوير شي نص ساعة مع تلج ماشي بقيت 10 أيام، أنا دينتي زرقة مش قادرة أصور من الضربة، ورأسي أزرق عقوة الضربة، إنه ورجعنا لنكفي تصوير، ما بقى يعيدها للقطة، ما بقى يسترجع، خايف إنه ما يرجع يسحط. يعني هيدا اللقطة أخذت على الهواء؟ أخذت على الهواء وبيوجع يعني، عرفتي؟ ووقفنا التصوير بس لتطمن إنه ما بني شيء، لانه ورم راسي وتلج بس الحمد لله اشت سليمه، ما رحت عن جد. الحمد لله على السلامه. مبين قد ايه عندك حب كبير لهالشخصيه، بتعتبري حالك اخذتي حقك بهالدور نيلة؟ اكيد، ليكي نيلة عطيتني عقد ما انا عم بعطيها. انا حبيت نيلة، وجعب، ويا ما في ناس مثل نيلة مظلومين. يعني عقد ما حبيتها عم بعطيها بوش لكل وجعها يبين. ايه عطيتني وعطيتها، مهضومة نيلة، بحبها أنا. ناطرين أكيد تطور الأحداث مع نيلة، يلي يعني من الواضح أنه هيك كان شكل الشخصيات إذا بدك، ويعني هي الأم الهادية بس بنفس الوقت اللي بتنتبه على مصلحة ابنها وكل شخص كمان بالبيت. عم تراقب كل شيء، عم تشوف كل شيء،
لكل شيء يطلع بمحله بوقته يعني. هيدي الام يلي بتنتبه وبتقلق على كل شخص. صح. اذا بدنا نرجع معك من البدايه، من عمر 14 سنه بلشت بالتمثيل، بوقتها كان دور مع الممثل عبد المجيد مجذوب. بعدين كنت خطيبته لاستاذ مندور بمسلسل فارس ابن ام فارس. صح. ورجعت اشتغلتي بشباب 82 لانطوان غندور. المسيره طويله. ايه. على اي اساس بتاخذي كل دور بتختاريه؟ بدي احس فيه يعني، بده يعيط لي، بدي الاقيه، انه ان كان كوميك او دراما او بدي احسه الى حد ما، لانه بدك اذا ما حسيت فيه ما بقدر اعيشه. أنا بقول إن الممثل الناجح هو اللي بيعيش الشخصية مش بيمثلها. بده يعيش فيها، يحسها. فإذا ما لقيته بيشبهني ما بقدر. بترفضي بكل بساطة؟ إيه بعتذر أكيد. يعني ما بتفرضي تعديلات معينة، بكل بساطة بتنسحبي من الدور. إيه بنسحب، إلا إذا عم قلك الدور حسيت فيه وبده شوي تعديل. إيه أكيد، حتى على النص، حتى أي شيء فيه. طبعاً لجماليته، لنجاحه أكثر. نعم. وإلا من الأساس ما بحس فيه، يعني ما فيك تغيري في أدوار هي هالقد. نعم. إنه وما حلو تتغير أو تعدلي فيها، لأنه هيك محلها هون بيكون مناسب. بنعرف حبك للمسرح فادية، نعرف إنه بتفضلي تكوني على خشبة المسرح على إنه تكوني على الشاشة، بتكوني موجودة على التلفزيون بس بحالي إذا كنت حرة من المسرح أو إذا أطلق سراحك المسرح. أول مسرحية اللي كانت مع شيرين نوش وشباك يا بيك، ومن كم سنة نقدم لكم وطن، وأيضاً طريق النحل. ليه بترتاحي أكثر على المسرح؟ إيه بس سوري، طريق الشمس. طريق الشمس. استاذ روميو لحوت. نعم. إيه؟ عذراً. هول آخر عملين. نعم. هلأ مرقت أنا بالأميرة والأخوات عرب صوت كتار. أنا بحب المسرح، بحب العلاقة مباشر مع الجمهور، بحب وقفة المسرح اللي إلها رهبتها، بحبها. تحدي لإلي يمكن. وصفي لنا إياها، لما بتكوني على المسرح بتكون عينك بالجمهور ولا عينك على حالك، عينك على الخشبة أو على زملائك بالمشهد؟ أو أكيد يعني الزملاء اللي بيكونوا مشاركينك المشهد، وين بتكون إحساسك أكثر شيء؟ وهالتفاعل يلي بيصير مع الجمهور قد بيزيدك ثقة وعطاء؟ أي مزبوط، بس أنا يعني ما بشوف الجمهور، بحس فيهم. يعني بضل ضمن دوري شخصيتي. إيه ممكن كمان عيني على زملائي، لأنه ممكن يصير معنا أي غلط أو حدا زحط، حدا وقع. مرة انخزقوا تيابي بمسرحية صول للأستاذ مروان نجار كمان، يعني أنا وظاهرة علقت، انخزق كل إنه يي سوري هيك بدك. كان أخذ دوري فادي إبراهيم، أخذ دور جوزي سوري فادي إبراهيم، كان إنه المسيو نجيب وهي الست نجلة يا لطيف. نعم. فانخزقوا تيابي بالرقصه على المسرح. ارتجلتي يعني؟ ايه. فبيصير معنا بدك اجباري يكون عينك على شخصيتك، على دورك، على زملائك، لما يصير اي شيء غلط الناس تحس فيه. بس احساسنا مع الجمهور كل ما تفاعل معنا، كل ما نحن طلعنا اكثر. صار معك شيء موقف على المسرح بتفاعل مباشر اكيد انه الزميل يلي بيشاركك المشهد ما تفاعل معك او ما قدر مثلا لبيكي، كمان هون بيلعب دور الزميل بهالنقطه، الاخطاء يلي بتصير، الهفوات يلي بتصير، الاحداث يعني حوادث بتصير على المسرح. اوقات بيصير معنا مثلا اكثر شيء بالاميره والاخوات، استاذ نبيه ابو الحسن الله يرحمه، استاذ كبير، فكان على طول يرتجل على المسرح، واي شخصية سياسية قاعدة بوجهنا كان يحب يوجه لها انتقاد مباشر، فيرجع بده يرجع على النص ما ينسى انه وين هو كاتبه، فيصير يعمل لي هيك انه شو طريقة رجع الحوار، نرجع نمشي وتكون باسات
ايه انه هي اكثر شيء كانت تصير معي على المسرح مع استاذ نبيل. استاذ كبير. ذكريات اكيد حلوه كثير. من المسرح رح ننتقل للتجربه الاذاعيه يلي كانت على صوت لبنان مع الممثل الكبير كمان انطوان كرباج. التجربه كانت مميزه وهي بعنوان قلبي على بلدي. ايه قد ايه كمان صعب التجربه الاذاعيه والكمان التجربه هي بحد ذاتها يعني مع انطوان كرباج. هي حلوة كتير الإذاعة كمان إلى رونقة إلى جمالة. يعني أنا مرق لي كتير برامج إذاعية بالإذاعة اللبنانية وبصوت لبنان ومع أساتذة كبار. آخر برنامج كان لي قلبي على بلدي مع أستاذ أنطوان كرباج. أستاذ أنطوان وجه له تحية. نحن كمان يعني هو أرزة من أرزات لبنان. صحيح. اشتقنا له كمان. ايه كلنا اشتقنا له. وكتابة استاذ انطوان غندور كمان وجه له تحية لانه انا بقول له يمكن هو الارزة. قد ما بيحكي عن لبنان وباللهجة اللبنانية بحب توصل ووصلها لكل العالم. نعم. ايه كتير كانت تجربة حلوة رائعة انا بفتخر فيها. نحن كمان كانت تجربتنا رائعة معك الممثلة فادي عبود. قبل ما نختم لقاءنا بتحب الشوكولا؟ إيه لإلك ولكل محبي الشوكولا وبعرف إنه نكتار بالعالم العلماء عم بيجربوا وعم يعملوا جهدهم إنه ما يختفي الشوكولا. كل التفاصيل أكيد رح نشوفها بهذا الريبورت ونحن أكيد نشكر وجودك معنا ومنرحب فيك مرة جديدة بفتح الحياة. أهلا وسهلا وناطرين كل الأحداث بالحب الحقيقي. الممثلة فادي عبود شكرا لإلك. وميرسي وميرسي لألكم وميرسي على كل شيء ومعكم دايما بتحلى الحياة. ميرسي بوكو. أهلا وسهلا. يا هلا.